أول مرة في السويد. منحب ندعيكم على عرض فوزي موزي وتوتي مع المندرينة والبطيخة اللي رح يصير بتاريخ 3/11 في مدينة هلسنبوري الساعة 5 بعد الظهر. عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم كل التفاصيل للحصول على التذاكر، وإحنا بانتظاركم. إلى اللقاء. مرة واحدة وخلاص. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج توتي فروتي، واليوم جبت لكم صديقتي أنا بحبها كتير كتير، اسمها لور. لور إيش؟ سلامة. لور سلامة، قد عمرك يا لور؟ أربعة. أربعة، بدي أسمع أربع زقفات للور. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أربعة، ياي. يلا نبلش. أنا ولور اليوم بدنا نحضر كب كيك كتير حلو، كب كيك بلون الشوكولاتة. طيب احنا بحاجة ل بيضة، سكر، شوية زيت، حليب، كاكاو، وبيكنج باودر، وطحين. طيب وبعدين بالاخر عشان نزين انا ونور احنا بحاجة لشوكولاتة، بحاجة ل مارشميلو، احنا بحاجة كمان ل هيك ملبس. ايش لون هذا الملبس؟ زهري. زهري، شايفين؟ أول إشي رح نبلش بالطحين. بدنا نحط كوباية ونص من الطحين. كمان كلن 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 لور، كلن كلن. شاطرة لورا، برافو، شكرا. بدنا نحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، برافو. بدنا نحط 3 معالق كبار من الكاكاو، حطي لور، برافو لورا. هسا بدي إياك تحركيهن منيح، بس شوي شوي أحسن ما نوسخ أواعينا. منحرك جميع المكونات الناشفة مع بعض. شو صار؟ هذيك لورا شو صار؟ شو صار؟ مش مهم مش مهم، بنفع هسا بننظف بعدين لتيتا فوزية. منحركك مع بعض، تاكي سوا لا يوقع. حركيهم كمان كمان، ياي 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 لور لور. حرك كمان كمان كمان، ياي ياي لور شو هذا؟ كمان كمان كمان، خلص. بس انت مش مسؤولي. نور كيف نسينا نحط السكر؟ بدنا نحط 3 معالق سكر. 1 2 3 بكفي لنا شو نحط احنا. طيب لسا حركيهم شوي شوي حسن ما يطيروا علينا. حركي لور. بعد ما حركنا جميع المكونات الناشفة مع بعض، احنا بحاجة انه نحط المكونات السائلة، سائلة زي المي زي الحليب. بدنا نمسك الحليب، امسك يا لور شوي شوي. بدنا نوضع هيك من هون من هون من هون. حطينا كوب من الحليب، وهسه بنحط كمان نص كوب من الزيت. واو واو يا لور، رائع. هسه بدنا نمسك هاي البيضة، بدنا نكسرها. بدنا ندير بالنا نخلي او الماما او البابا او التيتا او سيدو يمسكوا البيضة ويكسروا لنا اياها، لانها بتوسخ كثير. شايفين؟ في بياض البيض وفي صفار البيض. بيضة 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 صح. ناخذ كمان بيضة نكسرها بتدبق صح. ياي بيضة صفرة، بيضة صفرة، ياي. سبي إسا لا بقى من مش رح نستعمل المعلقة، رح نستعمل الخلاط الكهربائي. خلاط الكهربائي الحين عم نخلط جميع المكونات تبعون الكعكة. طبقنا على كل قطعة، ولعشان هيك لازم نخلي ماما أو بابا يساعدونا. ما عندك هون أخوي؟ بعد ما حلو صح لور، بعد ما خلطنا جميع المكونات احنا بدنا نحط هاي المكونات بقلب وعاء، بقلب وعاء اللي هو معدل الفرن. بدنا نحط كل مرة واحدة هون عشان نحطهم بالفرن.
حطيها هون عاد. هون؟ هون. كمان واحدة لحتى يلا. يلا. ولحتى. شايفين؟ بنحط احنا هذا المنجيت هون. بعد ما خلطنا جميع المكونات بدنا ناخذ زي هيك معلقة خصيصا للكب كيك. بنعبي معلقة واحدة هون. وننزلها. ياي! بنعبي كمان واحدة. بننزلها. بنعبي كمان واحدة. زين بس نحط كمان. نعبي كمان واحدة. هون. بس نحط كمان. واو! لور. لور بدي افرجيكي اشي. احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نمسك الصينية ونهزها شوي صغيرة عشان يكونوا كل ال كب كيكس بيشبهوا بعض. يعني نعمل هيك. شوفي نعمل هيك معي. امسكي امسكي هنا كمان مرة. مرتين. واحد اثنين ثلاثة. ومرة. خلص. شايفين؟ فحطينا هيك كب كيكس من هاي الشوكولاتة اللي حركناها من المخلوط. بدنا نحطها بالفرن ل 180 درجة. بدنا نحطها تقريبا 20 دقيقة. بس ايش كثير مهم انه خلال الخبز ممنوع نفتح الفرن يا لور، لازم بس ماما وبابا. طيب لور بدنا نضل نستنى الكعكة عبين ما تجهز. يلا يلا شو مع الساعة؟ ولد وبنات جاهزين؟ صار مرق ربع ساعة، بدنا نروح نشوف إذا الكب كيك جاهز. تعال تعال معنا. تعال تعال. واو واو لورا، محلى الكعكة الكب كيك. هلا بدك طولين، لازم ننتبه منيح منيح انه بس الماما او البابا او التيتا او سيدا بيساعدونا نطول الكب كيك. عندنا كريمه لون ابيض وكريمه لون زهري. زهري. طيب لور انا بدي اياك لو انت تحطي هون كريمه. يلا حطي. ايوه انا بساعدك هيك. دهنيها، تقدر تمسكيها بايدك تدهنيها. شاطرة. وانا بدي احط كريمة لون زهري. طيب حطينا كريمة. شايفين نحط معلقة هيك صغيرة وبندهن. بنفع نحط كتير، بنفع نحط قليل، ايش ما بدكم. نور احنا عنا اعطينا هدول الزيني نزين فيهم. عندنا ملبس لون زهري. هون ايش كمان؟ لون فضي. لون كل الالوان. كل الالوان. ايش هاد؟ قلوبي. طيب لسه بنقدر نحط. يلا بلشي زيني. حطي قلوبي. يلا حطي كمان قلب. كمان بدي ازيني هون. ولد وبنات انتوا كمان بالبيت بنفع تستخدموا ايش ما بدكم. بنفع تحطوا ملبس ملون، بنفع تحطوا كمان فواكه، بنفع تحطوا ملبس لون اخضر، لون ازرق، ايش ما بدكم. طيب احنا عشان هاي الالوان اللي لقيناها عنا عشان هيك عم نستعملها. لسه بدنا نستعمل هاي كمان. واو مش مهم مش مهم بنفع. انتوا كمان حابين تحضروا كب كيك زي انا ونور، خلوا الماما والبابا يصوروك وانتوا عم بتحضروا كب كيك. ابعتوا لنا اياهم على البريد الالكتروني هون او على صفحتنا بالفيسبوك. انا ونور كتير منحبكو. وتنسوش تكبسوا على كباس السبسكرايب مرة واحدة.
مرة واحدة وخلاص. إلى اللقاء. يلا نكمل نزين. حلالو شو عملتي؟ واو. راح نعمل حفلة. بتحبونا؟ بتحبوا تضلكوا تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب. مرة واحدة وخلاص.